السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان في فيديو جديد. أولا نطلب منكم يعني الصراحة هذا طلب وما جوج طلبات. أولا عندنا واحد الصفحة على الفيسبوك، إذا كان ممكن الإخوان كذلك تشتركوا فيها. الطلب الثاني هو بما أنه ولينا تنديرو اللايف تقريبا يوميا، فنقدروا نديروا فحال شي برنامج بما انه الدراري تيطلعوا في اللايف وتيكونوا مداخلات. كنحاولوا واكيد كنطلب منكم كذلك المساعده، نديروا ليه شي اسم، يكون شي برنامج عنده شي اسم. كل مره مثلا نقترحوا شي موضوع الى جانب انتدابات حاليا نهضروا فيه، من بعد ما يبقاوش انتدابات يعني ولو نديرو مواضيع نتكلموا فيها قبل من الماتش. بالنسبه للاخوان كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا على الاحكام الجديده، راه ما غاديش تكون داخله في المنع. راه حسب المعلومات ديالي هذه الاحكام الجديده غادي تطبق في شهر 12 ان شاء الله. ان شاء الله من هنا اللايف نحاولوا نتاكدوا بما انه كاين خبر انه كاين رد من الفيفا على رفع المنع. ان شاء الله تكون الامور ايجابيه، وتكون اذا كان الخبر صحيح يكون فيه خبر رفع المنع. بالنسبه كاين خبر ديال المشخشخ اللي كان قريب من بيراميدز، حاليا تيتكلموا على انه قريب من الكوكب في صفقه فونتي. هاد الاخبار اللي نقول لكم الاخوان نحاولوا من هنا اللايف ان شاء الله نتاكدوا منهم ان شاء الله. كاين كذلك خبر ديال مهدي مبارك غادي يكون إعارة من العين، واش إعارة فقط ولا إعارة مع حقية شراء. هاد الأخبار كما قلت لكم الإخوان نعاودو أكدها، غنحاولو نتأكدو منهم من هنا اللايف. بالنسبة لاتحاد التواركة هادي ديجا كانت في العلم ديالي، طالبين الحداوي وكامارا كما قلت لكم البارح في اللايف أن كامارا عنده عروض ديال إعارة من فرق وطنية. بالنسبة لسمير كنحاولوا نتأكدوا من هذا الخبر، واخا كما قلنا انه ما غاديش يسيني. الخبر اللي كنحاولوا نتأكدوا منه الاخوان هو انه في الفحص الطبي اللي كان دار سمير انه تعافى من الاصابة ديالو، ولكن كاين عنده شي مشكل خفيف في القلب، يمكن يكون كذلك من الاسباب ديال التراجع على الصفقة ديالو. الى جانب كذلك كنا تكلمنا على دومينغو، يعني قبل ما يخرج الخبر عن الاخوان راه الا رجعتو الفيديوهات القدام راه كنت دويت شحال هادي عليه، قلت لكم راه كاينه شي حاجه تما في قضيه ديال دومينغو والاصابه ديالو. والخبر اللي قلت البارح في اللايف يعني هو تاكيد على انه ان شاء الله فاش ترجع الفرقه الكازا غادي يعاودوا يديروا ليه الفحص الطبي. كيبقى السؤال اللي مطروح، كيفاش داز في الفحص الطبي الاول؟ هذه علامه استفهام كبيره. كنتمناو واخا عارفين ما غاديش يكون الجواب، كنتمناو انه الناطق الرسمي يكون في شي خرجه ويجاوبنا على هذا السؤال. بالنسبه للعوده ديال الفريق غالبا ان شاء الله نهار الخميس، بما انه ما كاينش اكيد على المعلومه اللي قلت لكم واش الفريق قبل انه يخوض واحد المباراة ودية في الامارات. بالنسبة المدرب والاجانب ما غاديش يرجعوا مع الرجاء، غادي يمشيو يعني مباشرة البلدان ديالهم كعطلة سنوية ديالهم، من بعد ان شاء الله غيرجعوا باش يبداو استعدادات الموسم القادم ان شاء الله. هادشي اللي كاين حاليا الاخوان، نتلاقاو ان شاء الله في اللايف، ولا كان شي جديد راه غادي نديرو شي فيديو ان شاء الله. وشكرا.